الجبهة الوطنية للتحرير تعلن شن هجوم على مواقع قوات النظام في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي الغربي. اغتيال عنصرين من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني برصاص مجهولين على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون يقول إنه يسعى لتحقيق تفاهم أعمق بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام في سوريا. وزير الدفاع التركي يبلغ المبعوث الأمريكي إلى سوريا أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الوفاء بوعودها حيال منبج. مقتل 3 مدنيين بينهم سيدة بقصف جوي استهدف مدينة معرة النعمان وبلدتي البارة وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي. وزارة الداخلية التونسية تعلن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين في تفجيرين متتاليين ضربا العاصمة تونس.